لم تكن هذه مجرد قذيفة أطلقت على دار البشائر، بل غضب شعب بأكمله تفجر في وجه عصر الظلم والكهنوت والاستبداد. كان هذا يوم 26 من سبتمبر، عندما قررت الإرادة اليمنية الحرة إسقاط الحكم الإمامي وإقامة حكم الجمهورية اليمنية. إرادة أسدلت الستار على قرون من العيش خارج التاريخ، فكانت مفتتح ثورات اليمنيين من أجل الحرية والكرامة، وطاقة جديدة حملتهم إلى اكتشاف معنى وجودهم وكيانهم. يا أبناء الشعب اليمني العظيم، هذه الساعة التي طالما كافحتم من أجلها. لقد كان هذا الصوت الهادر بيان اليمن الجديد ونداء المتعطشين للحرية الأولى. ومن هذا السيل البشري اغتسلت البلاد من لوثة 1000 عام، وتشكل صباح لا تزال خيوطه تقاوم عودة التاريخ إلى الوراء. وفي ظل الارتداد التاريخي المحمول على أكتاف ورثة الإمام الجدد، تعود الروح لمعنى ثورة 26 من سبتمبر، بعد أن كانت مجرد مناسبة رسمية نمطية خلال العقود الماضية. عودة تجلت هنا في تعز، معقل الحركة الوطنية والتيارات الثورية، وكذلك في مأرب، القلعة الحامية لأحلام اليمنيين ومكاسبهم الوطنية، ومرقد مهندس الثورة ومخططها البطل الشهيد علي عبد المغني. تزينت البلاد وفاضت مدنها وريفها ببهجة الاحتفاء بسبتمبر الثورة، رغم وجع اللحظة ومأساتها، لكن الذاكرة الوطنية التي لا تموت أو تهزم تحضر في وجدان اليمني كجرس نداء لمراجعة حاضره وتحفيزه على الذهاب نحو المستقبل بكل صلابة وأمل.